اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو جديد وإن شاء الله هنعمل معاكم النهاردة يعني كام وصفة كده ينفعوا معاكم في رمضان إن شاء الله، لو حابين يعني وصفات موفرة يعني بإذن الله. هنعمل كده في الأول، حطيت بصل على النار وشوية زيت وهنقلبهم كده لما يحمروا. هنا كده شوحت البصلة معايا، ده هو ده الأساسي في الوصفات النهاردة، أنا حوالي هو ربع كيلو لحم مفيش غيره، يمكن أزيد منه بحوالي معلقة ولا حاجة. معايا كده ربع كيلو لحمة، هنقلبه وهنعصجه إن شاء الله. حطيت كده بصلتين، يعني بصلتين حلوين على ربع كيلو لحم. ليلى كده يعني ايه اللحمة غيرت لونها معانا، ننزل بقى بفلفلاية كبيرة كده رومي وكمان واحدة شطة، فلفلاية حارة. كده ايه يعني هنحط بقى التوابل بتاعتنا، فلفل وكزبرة وملح وحبة سكر وبابريكا، دول اللي هحطهم في العصارة. انا كنت معاملة معاكم قبل كده في الفيديو اللي فات البشاميل برضو الربع كيلو لحمة ده، بس النهاردة هنعمل منه كام وصفة برضو كده حلوين ينفعوا معاكم، يعني ممكن تشكلوها يعني ممكن تعملوها بحاجة تانية برضو. انا بحب احط كده زي ما انتوا عارفين يا معلقه صلصه يا قرص طماطم، حبايه طماطم كده مفرومه واحطها معاها، يعني تدي لون بس عشان اللحمه ما تبقاش لونها كده يعني فاتح، بحب اديها لون احمر شويه. تمام، هنسيبها بقى تتعصج مع نفسها ونشوف هنعمل ايه تاني. بعد ما خلصت بالشكل ده هقسمها 2 على 2 كده عشان هعمل منها وصفتين. خدت منها شوية كده في طبق وسبت الباقي زي ما هو في الصينية، هحط عليه شوية خضرة يعني شوية كزبرة كده خضرة، ممكن تحطي بقى الخضرة اللي انت حابة تحطيها، بقدونس كزبرة شبت زي ما انت حابة تحطي، انا بحط كزبرة بس. تمام، هنسيبها بقى نركنها على جنب وهنيجي هنا عشان نعمل الصينية، يعني هنعمل صينية جلاش كده باللحمة المفرومة والجبنة. تمام، هدهن طبعا الصينية من تحت عشان الجلاش ما يلزقش مننا، وهنفرد فيها الجلاش. هي الصينية بتاخد وحدة الجلاش كاملة، يعني بحطها بالشكل ده بس دي اتقطعت فهحطها كده اهي، كل طبقتين كده هدهنهم حاجة خفيفة سمنة، مش بحبش السمنة فيها كتير يعني. تمام، مرة هنتني من الجنب ده ومرة هنتني من الجنب ده عشان تبقى كلها مساوية زي بعضها. هرش بس حاجة خفيفة كده مش هكتر فيها، يعني كل كام طبقة كده احط حاجة بسيطة برضه. دول كلهم ما يجوش 3 معالق سمنة بس، طبعا بدهن بالفرشة، فالفرشة بتعملها يعني. حطينا هنا الطبقات الاولانيه، طبعا الجلاش انت هتقسميه براحتك بقى، شوف انت عايزه تحط طبقات قد ايه تحت وقد ايه فوق. هفردهم كده في الصينيه، ده لون الصلصه والبابريكا اللي انا حطيتها عشان البابريكا حمرا شويه. فردناها كده وهننزل بقى بشويه جبنه،
ممكن تحشيها برضو جبنة وفلفل زيتون زي ما انت حابة، تمام، وتعمليها يعني عادي برضو بأي حشوة انت حابة تعمليها اعمليها، مش شرط تكون لحم. هنكمل بقى بقية الطبقات. نظبطها بس كده على اللحمة، على الحشوة بتاعتنا. خلصتهم بالشكل ده، اللي تحت قد اللي فوق، وهقطعهم زي ما انت برضو حابة تقطعيها كبيرة صغيرة زي ما انت حابة. كده قطعتها بالشكل ده، بس طبعا عشان اتحكم في تقطيعها شوية فعملتها كده. معايا هنا كوباية لبن، هحط فيها يعني حبة ملح صغيرين وشوية فلفل بالشكل ده كده. اترعشت مني فكانت هتتكب. هننزل بقى بيها كده. زي ما انتوا عارفين انا ما بحبش احط بيض لا على الجلاش ولا على المكرونة. هحط كده شوية كوباية اللبن دي وهي كده خلاص، وهدخلها الفرن. بس هحط لها بقية السمنة اللي كانت فضلت معايا في ال اهي، فضلت معايا فجمدت، فهاخدها كده احطها على وشها واسيبها تتحمر وخلاص. هلمهم كده وافردهم على الصينية. وكده الصينية خلصت معانا، هندخلها الفرن ونشوف هنعمل ايه تاني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنا نفس الطاسة اللي انا عملت فيها العصاج، الصينية اللي انا عاملة فيها العصاج، هعمل فيها البطاطس. انا جبت بطاطس كده قورتها وهحشيها ببقية اللحمة دي، النص التاني اهي اللي حطيت عليها الخضرة، تمام. هجيب كده ده قلب البطاطس اللي انا فحرته، هحطه في الصينية من تحت مع البصل. يعني جبت بصلة قطعتها وحطيت عليها البطاطس. حط لها بقى شوية ملح وشوية فلفل بالشكل ده. حطيت الملح والفلفل، توابل اللي انت حابة تحطيها بقى. كزبرة، كمون، زي ما انت حابة تحطي حطي. وشوية بابريكا، ولو حابة تحط حبة شطة برضو مفيش مشاكل. اقلبهم بقى في بعض وهحشي البطاطس واحطها عليهم. في بيحمروا البطاطس، انا مش بحب احمرها، انا بحطها كده زي ما بطبخها عادي وبتبقى جميلة ما فيش فيها اي حاجة. ما بحبش ازود فيها زيوت، يعني ان احمرها وارجع اعملها، لا هي كده على طول بعملها واحط عليها الطماطم وهدخلها الفرن، تمام. هي بالشكل ده، وعملنا كده وصفتين من الربع كيلو لحم. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه تاني.
انا ما كنتش حطيت فيها توم بفلفل، فانا عندي التوم دقه كده وعاملاه فلفل، فاخدت منه معلقه حطيتها على الوش، لا اله الا الله، وشويه زيت بقى احطهم عليها، بس دلوقتي يعني هحطهم، افتكرتهم برضو ان انا ما حطهمش. هنا كده بشرت بصلايه صغيره على النار، و دي السمنه اللي كانت في الطبق بقيتها خدتها كده برضو، قلت يعني ايه حرام ان انا ارميها، فحطيتها بالشكل ده في الوصفه التانيه، وكمان نقطه زيت. بقول لكم هنا نسيت احط زيت للبطاطس، فحط لها شويه زيت على الوش اهي بالشكل ده. بستنى بس الجلاش يطلع وهحط البطاطس. هنحمر كده البطاطس البصلايه، هحط عليها برضو الفلفل، هندي لهم تشويحه مع بعض كده، الفص الثوم مع البصله والفلفل. وكمان نزلت برشة سكر صغيرة، عندي السبانخ بقى كانت متفرزة، كنت مفرزاها طبعا بس ما عملتهاش معاكم. هنزل بقى على البصله وفص الثوم، مش هعمل لها طشه في الاخر لان بتبقى حاميه، فانا بعملها في الاول بس. لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك. طبعا السبانخ ديت متفرزه مش محطوطه على النار، يعني كانت طازه على طول ومحطوطه في الاكياس، فطبعا بتبقى كمية، ولما بتتحط على النار بتبقى قليلة يعني. فأنا عملتها هي بعد ما يعني ما نزلت ميتها وقلت شوية، حطيت عليها الخضرة اللي هي برضو الكزبرة، بحط عليها كزبرة. انا بقى بحطش عليها رز، بحط عليها عدس، عدس اصفر، غسلت كبشة عدس اصفر كده وحطيتها عليه. العدس بيخلي السبانخ طعمها جميلة، جربوها بالطريقة دي بجد هتعجبكم. ومش بحط عليها شوربة، يعني بحط عليها طماطم، يعني تشوفوها دلوقتي هحط عليها طماطم، هحط لها بقى شوية كمون صغيرين وشوية فلفل وشوية ملح، مش بنكتر فيها توابل عشان هي بتبقى حامية، فمش محتاجة توابل كتير، شوية ملح صغيرين. دي بابريكا، شوية بابريكا برضو، بابريكا ديت يا جماعة اللي هي بابريكا أسواني، فبتدي لون وطعم جميل جدا. هنا بقى كان فاض معلقة ملح، معلقة لحمة، فقلت والله ابدا لازم احطها في السبانخ عشان تبقى كل الاكل باللحم. تمام، ربع كيلو لحمة عملنا منه 3 وصفات اهو. هنزل بقى بالطماطم عصرها ومصفياها، مش كتير يعني، كم قرص طماطم كده، حوالي 3 طماطميات عاملاهم في ضربتهم في الخلاط وصفيتهم وحطيتهم عليه. طبعا هي بتنزل ميتها وبتستوى فيها. تمام كده خلصنا، وهنشوف بقى هوريلكم الاكل ان شاء الله. هنا دي صينية الجلاش بعد ما طلعت، غرفت منها طبق كده وكمان طبق سبانخ والبطاطس اللي انا عملتها،
وده المخلل اللي انا كنت عاملاه معاكم، وعملته جنبهم رز بالشعريه بالشكل ده. ده كانت الوصفات بتاعتنا النهارده، يا رب تعجبكم ونكون دايما خوف عليكم، ونشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين.